تصدرت المنتجات الزراعية قائمة الصادرات السورية بالإضافة إلى الصادرات الصناعية من مواد غذائية وصناعة نسيجية وغيرها. تسعى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لدعمها ببرامج عدة. احنا هون بالهيئة عندنا عدة برامج لدعم التصدير، منه الصناعي ومنه الزراعي، عرفت علي؟ فعندنا برنامج اللي بنسميه حوافز التصدير، هو لدعم الصناعات. بدنا نحكي على برنامج جديد حكى عنه السيد الوزير بآخر لقاء له مع الفضائية السورية، اللي هو يتم العمل عليه حاليا مع كافة الجهات، اتحاد وراء الصناعة، وزارة الصناعة، الجمارك، كل الجهات المعنية بالموضوع عم نشتغل عليه، اللي هو صادراتنا بقيمة مضافة. احنا هون راح نميز الصادرات، ما راح اخلي الصادرات كلها بنفس النسبة ونفس الوضع. يعني وين في قيمة مضافة مثلا زيادة، راح اعطيه نسبة دعم اكبر. بشكل عام صادراتنا بتروح لاكثر من 100 دولة، طبعا بس بكميات متفاوتة. وجه صادراتنا بشكل عام هي العراق ودول الخليج ودول الجوار، لبنان، الاردن، ومصر والسودان. احيانا لاحظنا مثلا صادراتنا بين ال 23 و 22 في تحسن نسبة 61%. 2023 مثلا كان صادراتنا بحدود المليار، ونطمح دائما للأكثر، علما انه بالسنوات الاولى من الأزمة، يعني بدي اقول لك بال 2018 السنوات المول اللي بعد شوي بداية التحسن او العودة ما توصلت 400 مليون. تتنوع طرق الشحن بين البرية والجوية والبحرية، إلا أن الأخيرة في سوريا تعاني من صعوبات عدة، أبرزها غياب خط نقل مباشر بسبب العقوبات، ما حدا الهيئة وجهات أخرى إلى العمل للحصول على سفينة نقل بضائع. من بداية الأحداث عندنا مشكلة مثلا بالنقل البحري، ما عندنا خطوط مباشرة الصراحة. يعني انه خطوط مباشره على صادراتنا مثلا باتجاه دول الاتحاد السوفيتي سابقا او روسيا الاتحاديه، ما عندي خط مباشر، او ما في عندنا خط مباشر بيروح بشكل منتظم، عرفت علي؟ احيانا عم اضطر مصدرين بيصدروا على لبنان، ولبنان لتركيا، ومن تركيا لروسيا، عم ياخذ وقت كله هذا، عم يوصل ل 20 25 يوم، اضافه الى التكلفه العاليه. يجري العمل مع وزاره النقل ووزاره الزراعه ووزاره الاقتصاد طبعا لاستئجار او تامين رورو او باخره صغيره مثلا، ممكن الهيئه والوزاره تحمل جزء من تكلفه الرورو لتامين خط منتظم ودائم لشحن البضائع الى الدول التي تحتاجها. الدول المغرب العربي كمان عم عاني مثلا بالشحن، احيانا يا اما جوي يا اما عم ياخذ وقت طويل. يعني هذا احدى المعوقات من في وجه صادراتنا. إن شاء الله بالمرحلة القادمة سيتم العمل عليه وإنجاز ما يمكن إنجازه. جهود عدة تبذل لدعم هذا القطاع وتأمين لوجستيات العبور والتصدير، إلا أن المشكلات لا تنفك تواجه المصدرين، ما ينعكس على التكاليف وبطبيعة الحال منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية.